عبدالله الشهري عبد الله الشهري بونا كبير ما في شك مو بس استاذنا بونا مبدع نعم نعم شكرا طال عمرك بسم الله الرحمن الرحيم أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 62 التاريخ 13/4/1432 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم وإلى حضراتكم تفصيلات ما أوجزنا لكم مع الزميل الماجد الشبل أهلا ومرحبا بكم أيها السادة تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رسالة من نائب رئيس وزراء أستراليا كانت سنة 1948 من الميلاد كانت سنة فاصلة في حياتنا الشعرية وقصيدتنا الشعبية بالتحديد فقبلها كانت المفردات تبحث عن من يرتب فوضاها